النهاردة عايز أشوف مع حضراتكم الطرق البشرية واحدة واحدة، هي بتنفع عشان غفران الخطية ومحو المعصية اللي بنعملها على نفس طريقة آدم، ولا مش هتنفع؟ يعني ربنا يقول حاجة ونعمل عكسها. وبالمناسبة أنا عايز أوضح اللي وضحته المرة اللي فاتت، عايز أكرره تاني. في ناس مش عاجبها فكرة وراثة الخطية، يعني أنا مالي ومال أبويا آدم؟ هو أكل وانبسط وعصى ربنا، خلاص يتعاقب، أنا ذنبي إيه؟ أنا مالي؟ هو ده كلام جميل صحيح لو أنا بقول إن ربنا بيعاقبني علشان أبويا كل، لكن القضية إن ربنا مش بيعاقبني عشان أبويا كل، ده عشان أنا بعصي ربنا على نفس المنوال ونفس الطريقة اللي أبويا عصى بيها. لما كان آدم وحواء عينيهم اتفتحت وعرف الخير والشر، والدليل على كده أنه اتكسف من نفسه مع أنه عارف أنه عريان من الأول، ما كانش يعرف أنه مكسوف، أو ما كانش عارف ومش مكسوف، لكن لما عينه اتفتحت لقى نفسه عريان فانكسف، وبدأت النفس تبقى ميالة لعمل الشر، وبدأت نفسه تبقى أمارة بالسوء. فلما جه وخلف، خلف عيال برضو نفسهم أمارة بالسوء، وعينيهم مفتوحة بتشوف الحلو والوحش، والعين ميالة أكتر إنها تشوف الوحش. وده بنشوفه النهاردة في النتيجة. النتيجة آدم عصى ربه، خرج بره بعرق جبينه بيأكل خبزه، والست بالوجع وبالحبل تولد أولاد. وده اللي شايفينه في ذرية آدم وحواء، إحنا كرجالة لحد النهاردة بعرق جبيننا بنأكل خبزنا، وبنات حواء نفس المشكلة بالوجع والألم بتولد، والراجل بيسود عليها. بدام النتيجة واحدة يبقى لازم يكون السبب واحد. يعني مثلا واحد ما ذاكرش، جيت النتيجة إنه سقط. طيب لو واحد تاني سقط، مش يبقى كان أصله ما ذاكرش؟ ولا أقول سقطوه عشان فلان سقطوه فلازم يسقطوا التاني؟ ما تنفعش. بدام النتيجة واحدة يبقى أكيد السبب اللي سبب النتيجة واحد. واحد ما ذاكرش سقط، طب التاني سقط يبقى أكيد ما ذاكرش، مش كده؟